هلا اليوم بدنا نحكي عن كيف بدنا نفتح شبابيك بقلب السيارة. هلا احنا مش عم نفتح شبابيك، نحن مش عم مبدأ الحفر بالاشكال، انا ممكن تحفروا بالاشكال ماشي. اول شغلة ما بشتغل على البرسبكتيف اليوم حاشتغل على واجهة وكأنكم مهندسين صغار. هعمل دبل كليك على كلمة برسبكتيف بيرجعوا للواجهات كلياتهم. هلا اذا ملاقينهم السيارة كتير صغيرة او بعيدة، بكل بساطة حركوا الماوس لعند الواجهة تكون اياها وزوموا هيك ماشي، زوموا هيك. هلا اليوم حاشتغل على هاي الواجهة على الفرونت، رح كبرها. اعمل دبل كليك على كلمة فرونت. في حدا لحد هلا ما انا معي، كون تشتغلوها لحالكم. ها هلا بجيب الخط المنحني وبلش ارسم الشباك هون. حاولوا انكم تبعدوا عن الحفة ماشي، بعدوا عن الحفة، ارسموا هيك بالنصهم. اذا لقيتوها هيك عن اذا عم تتضايقوا كثير مثلا مثل هيك، زوموا عليها، زوم ملزم، بصير اريح الشغل ماشي. رح كمل هيك هيك هيك، يعني نوعا ما تقريبا اخر شكل السيارة. طبعا نحن على الواقع مو هيك بنعمل، نعمل شغلة اسمها اوفسيت، بس هلا انتم يعني بالنسبة لكم هيك وزيادة. إذا بتحسنوا تساووا هالتمرين بيكون برافو عليكم. شايفين بوصل لعند آخر نقطة لحتى يسكر لي الشكل، وهكذا. هي شباك سيارة ماشي. هلا برجع على البرسبكتيف بطلع بلاقيه هون موجود، لاحظتوا وينه؟ موجود هون. إذا ما لقيتوه بيكون مخفي جوا، بيكون هلا انتو هون راسمينه بس بيكون هو جوا مخفي جوا. فبكل بساطة شو بساوي؟ بحدده من هون، بكبس عليه هون، وبيطلع لي الجن بول على البرسبكتيف وبسحبه لبرا ماشي؟ حتى يصير حتى يبين معكم تمام. هلا بجي لحتى قصه، بحدد الهيكل تبع السيارة، بختار كمان اسمها سبليت. شفتوا هذا الزر؟ ايه سبليت. هلا هون عامل لي سيلكت كاتنج اوبجكتس، مين رح يقص هيكل السيارة؟ هو هذا الشكل البلور اللي هلا ساويتهم. بكبس انت عم لحاله اصل يا من هون ومن هون. هلا بدنا نمسح قبل ما نمسحه، رح حددهم مع بعض بالشيفت واختار ديسبلاي كلر مثلا ازرق ماشي. بمسك هاد وبعمل له ديليت. هلا بحدد هاد شيفت مع هاد، برافو عليك، نزله تحت. يا بنزله من هون يا بنزله من تحت، نفس الشيء نزلوا هيك انتو عشان ما يصير عندكم هالإفكت هذا اللي مو حلو. تمسكوا تفوتوا لجوا شوي صغيرة. هذيك المرة صارت معي وعملت كل شيء. ها هلا عم تتعلم. يلا منيحة. هلا ضل عندنا الشباكين قدام واللي ورا، بروح على الواجهة الأمامية هون. هلا هون شوي صعب عليكم كلها خطوط، فبنحطها كمان شيدد ماشي عشان نشوف شو اللي عم يصير. عم طلع معنا خلف السيارة. شلون عرفت انه خلف السيارة؟ شايفينه هون؟ نفس المنظر. فحاكبس عليها هاي بالزر اليميني، روح على سيت فيو. هلا هي شو؟ اون رايت. وين بيكون عكسها؟ ليفت. لانه هون ورا السيارة، عكسها هو هنيك، فانا حاختار ليفت. هلا انتبهتوا شو صار؟ هلا هون بعد بعمل هيك السيارة. هلا صارت هي مثل هي، لاحظتوا؟ هلا هون بقى قدمت السيارة طبون، هون شو الشباك، هون الشباك. هلا بكل بساطة رح كبر هي واخذ مستطيل لعالتعين هيك على السبيل وعلى الزاوية، بعمل هيك من هون لهون. هلا ما بنزل كثير انه هذا طبون، بحاول ضل على القسم اللي خاص بالشباك اكثر هيك. بس برجع له قبل صح، حدد الهيكل، بعمل سبليت. مين رح يقطعه؟ بقول له هذا وهي انت ماشي. صار ورا نفسه، صار نفس الشيء ورا، برافو عليك. هلا هون لانه نحن حطينا النسبه صح، ما نزلنا ليش؟ لانه حطينا النسبه صح ما نزلنا كثير لتحت، قام ظبط ورا لحاله، لاحظتوا؟ هيك هيك. هدول كمان حاعطيهم سعر. هلا في حدا فيكم ملاحظ انه السيارة شوي يعني طويلة زيادة عن اللزوم، فأنا فيني حددها كلياتها. شفتوا هذا الجزمو؟ اسمه جزمو. بمسكه بعمل له هيك شوي، هلا ظبطت نسبة أكثر،
او لا كذا كذا خلينا ننتهي هيك نوعا ما شغال معنا ماشي. طبعا هذا الشيء كان لازم نعمله من دون ما ندور الدوريين، يعني فيني حدد كل شيء هيك لما عدا الدولاب هاد وهاد. ليش؟ انه الدوريين شو لازم يكون شكلها؟ تمام يعني دائر 100%. هلا وقت بساوي هيك انتبهوا منيح شو اللي حيصير. حامسك الدولابين هدول بتفشهم لجوا، بعدين هدول الاثنين بتفشهم كمان لجوا. هلا بين الطبيعيه اذا لاحظتوا بين الدولاب دائر 100%. هي هي هون الفكره عنه. هلا هيك صارت نسبتها اضبط شوي، يعني كسياره صارت معقوله شوي. بلا خلص. هلا في شغله بس ما سويناها بالدرس الماضي، الدوريد اكيد اكيد ما رح يضلوا هيك، فهلا حروح على الفرونت هون. ليكو هلا نحن كمهندسين ما بنشتغل هيك، هذا اسمه شغل عشوائي، ماشي؟ انتم بس لكم كاطفال مشان تساووا شيء حلو تتفرجوا عليه. انا هلا حاعمل شيء تقريبي كثير، حقص الدولاب. حقسم دائرة. شوفوها دائرة. هي دائرة، شفتوا الدائرة هنا؟ ايه. احاول هيك تقريبا امسك النص، تقريبا هون، واعمل هيك. بعدين لحددها وحاول نزلها بالاسهم شوي هيك لحتى تزبط بشكل تقريبي، ماشي؟ هيك شيء. شفتوا هاي الدائرة؟ مثل ما سوينا بالدرس الماضي، بنسخها وبصغرها بنفس الوقت. مثلا هيك شيء. أول لكم بلا خليكم بس هيك، هيك وزيادة، منيح بكفي، مشان ما تلاقوها صعبة. شو رح ساوي هلا هون؟ سبت. نسمع منا بالشباك، لاحظتوا؟ بس نحن ما عم نفتح شباك، نحن شو عم نفتح؟ دولاب. جنط، برافو عليك، هذا الجنط. مين قال جنط انت؟ برافو. طبعا حاعطيه لون اسود، حقول له اذر، هي لون اسود. علمناكم على التهكيرة هون، حطوا له بس رقم واحد مشان يقرا اللون الاسود صح. وهلا هاد فيني اعطيه لون ابيض، وايت، ماشي؟ بعدين شو بساوي؟ هاد حعمل له ديليت. هلا بكل بساطة بتحددوا يعني طبت كهرباء. طيب هلا خلص انتوا موضوع يعني صار جاهز عندكم فيكم. بس ما لا ما راح خلص، اذا بدكم هلا ارجعوا بلشوا طبوا.